مباشرة. البطال والمحتال والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. أعلنت مصادر للجزيرة بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد غادر البلاد. جاي لك حبيب مش عدو. والله يا ابو خالد حقك على راسي من فوق على اللي جرالك، ولو عاوز نحب على راسك نحب، بس ما عاوزينهاش توجعك يعني. قسما عظما بالله ما يرضيني اللي حصل، ولا كنت نحب ان ده يحصل من الاساس. بس ما تنساش يا ابو خالد انك انت اللي ابتديت، ولا انا غلطان؟ عايز ايه يا عبد الرحيم؟ عايزك تفهمني يا صاحبي. انا مش صاحب حد. وماله؟ صحيح هي مرة واحدة اللي كان فيها عيش وملح فوق السطوح، فاكرها؟ أنا راجل صعيدي، والمرة دي كفاية عندي إن يبقى بينا عيش وملح. وحقك عليا إن فهمك ليه أنا عملت اللي زعلك مني. أنا لا عايز أفهم ولا نيلة. أنا كل اللي عايزه منك إنك تشهد بالحق في النيابة عشان أنا وأخويا ما نتظلمش. تاني هيقول لي نيابي. يا واد خالي ما هو ده اللي أنا جاي أقوله لك. أنت عارف إن أنا ما تعرضتش على النيابة من أصله؟ عارفها دي؟ يعني إيه؟ امال جابوك هنا ازاي؟ اسال روح. انت عارف ان انا في تحقيقات امن الدوله ما رضيتش اجري باسمي؟ ولا انا منين؟ وقلت لهم ان فادت الذاكره وحصلت لي حادثه من كام شهر خلتني ما افتكرش حاجه عن نفسي واصل، وان راجل صاحب الورشه شغلني شفقي. وانت كده بجد ولا بتستعب؟ بغض النظر يا صاحبي، انت حكومه ولا جيت حد قدامك عم يقول لك قصة الفيلم الهندي دي، تدور وراه وتشوفه عم يكذب ولا كلامه صدق، ولا تبصم بالعشر على الكلام ده وتحطه في ورق رسمي. يعني انت ما شفتش النيابة؟ يا ابوي ده انا كنت خايف وعامل حساب اللي هتحول فيها النيابة دوت، لانها ممكن تحولني على الطب الشرعي وهناك يعملوا لي تحليل الدي ان ايه. طب ما انت فل اهو عارف الدي ان ايه. ليه؟ قالوا لك عليا جاي من ورا الجاموسة؟ ده اللي جاي من وراها يعرف الدي ان ايه، ومع ذلك الحكومه الالكترونيه بتاعتنا ما فكرتش انها تعمله. عايزني بقى ما احمدش ربنا وابوس ايدي وش وضاه واروح اقول لهم حولوني من النيابه عشان افضح نفسي بنفسي؟ وده اللي انا نفسي افهمه. انت عاجبك اللي انا فيه؟ عاجبك اللي احنا فيه؟ يفرق السؤال الاولاني عن التاني كتير يا ابو. ماشي عبد الرحيم، خلينا في السؤال التاني عشان افهمك. عاجبك رميتك في السجن دي؟ بصراحه اه. ده أمن مكان بالنسبة لي في الدنيا. فهمتك أنا كده. أقول لك اللي فيها وأمري لله. مش بس عشان استرجلتك وعارفك هتقدر ظروفي، إنما عشان لو حكيته لأي حد هكدبك وهقول عليك عم تتبلى على راجل فقد الذاكرة زي نور الشريف في تمثيلية الراجل الآخر. يا عم ارحمنا، ارحمنا من الثقافة بتاعتك دي وفهمنا إيه اللي حاصل. مش عايز أفكاك دي يعني يا أبو المفهومية. راجل صعيدي هربان في اسكندرية، ولما تجيله الفرصة يخش السجن يضحك بدل ما كان بيبكي كل ليلة وهو نايم. يبقى هربان من طاعة. ايه يا راجل يا مسجد، ما قريتش عن حوادث الطرف الصعيدي؟ طب بلاش، ما شفتهاش في التمثيلات والأفلام. انت هربان من طاعة عشان ترمي نفسك في تهمة هتجيب لك إعدام؟ ومين قال لك إنهم هيعدموني؟ طبعا هيعدموك ازاي وانت شهدت ضدنا بالباطل؟ يا سيدي انا لا شهدت ولا اتنيلت. انا بقول لك انا ما اتخذتش اجوالي من اصلا. انت لما رحت النيابه حد جاب لك سيرتي بحاجه؟ اه صحيح. دول جابوا لي سيره شهاده عاصم بس الله يرحمه. شهاده ابن الكلب اللي اسمه اسماعيل ده بس ربنا عطرني فيه. اها شفت؟ يعني هم ما لهمش مصلحه اساسا ان اسمي يجي في القضيه. ليه؟ عشان لو اسمي جه في القضيه يبقى لازم يثبتوا شخصيتي وتحاليل وتحريات ومباحث وتدوير، وكل ده هيعطلهم.
وهم عايزين يكروت القضية سريع سريع عشان يطلع قدام القيادات إن كل شيء تمام والأمن مستتب. يبقى لازم اللي زيي يتنيل على عيني اللي خلفوه ويختفي لحد ما الدنيا يبان لها بيان. وأنا اللي صدقت إنك كهرباء سيارات. بس أنا صدقت إنك مهندس ميكانيكا. ما أنت خابر الدنيا واللي فيها يا أطخاني. أنا عايز أفهم. طب هما جابونا إحنا الاتنين ليه سجن واحد؟ ما كانوا يودوا كل واحد فينا سجن عشان ما نتقابلش. وهم كانوا يعرفوا منين إن قلبي هيرتاح لك وهحكي لك عشان تهمد وتسيبني في حالي وترحم نفسك من الهري والنكد اللي أنت عايش فيه ده؟ وبعدين يعني أنت فاكر إن الناس ديت يعني عاملة حساب اللي زيي واللي زيك وإن إحنا ممكن نضرهم في حاجة؟ جرايه يا باشمهندس. ده حتى كان باين على الواد أخوك لما جه إنه راجل واعي وفاهم البلد دي ماشية إزاي. يعني إيه؟ أسكت وأحط في بقي جزمة؟ مين قال كده؟ سلمها لله وشوف الدنيا هتوصلنا لحد فين. الاختيار الوحيد اللي قدامي يبقى لون حبل المشنقه اللي هتلف حوالين رقبتي انا واخويا، مش كده؟ يا ابوي احمد ربنا ان اخوك هربان، وادعي له ان ربنا يسهلها له ويهج بره المخروبه دي كلها. وبعدين يا اخي احمد ربنا انك لسه عايش، مش زي عاصم اللي قتلوه ولا زي اسماعيل اللي ما نعرفش عملوا فيه ايه. اسماعيل زمانه متنعم دلوقتي مش زينا. يا سيدي هيروح من ربنا فين؟ يعني ايه؟ الايه هتتقلب؟ انت هتنام كل يوم وتشخر وانا هقعد اعيط زيك؟ مش بقول لك قلبي ارتاح لك؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي نربط مع جماعه الدكتور براهيم ينقلونا العنبر عنديهم بالاتفاق مع الضابط المشرف. الجماعه شاريين، ما تقفلش دماغك معاهم. قول كده بقى. كده بانت. هم اللي بعتينك، ها؟ امشي من قدام يا عبد الرحيم. امشي بدل ما افتح دماغك، جاتك البلا، ولا اقول لك انا اللي همشي. على كيفك، اول ما شفتك قلت عليك فجر ابن فجري.